يعني كما تعلمون أن سلطنة عمان هي تقوم بدور، أولا كان لطرح الأفكار حول الأزمة اليمنية، ثم مبادرة بعد طلب من أيضا الأطراف أن تكون يعني مسهلة لهذا الأمر. يعني الحقيقة كل الاحتمالات واردة حول التصعيد على أي من الجبهات، سواء كانت العسكرية أو التصعيد على المستوى السياسي أو البقاء على موضوع الهدنة. لكن أنا أعتقد أن صنعاء لا زالت مع الهدنة، لأن يعني العودة إلى الحرب، يعني العودة مرة أخرى إلى المربع الأول بعد سنوات من المفاوضات بين الأطراف حتى تمكن يعني الوسطاء من تحقيق هدنة للمرة الرابعة في تاريخ هذه الأزمة، منذ ما يقارب من نتحدث عن 8 سنوات إلى 9 سنوات الآن. نعم، توقفت قد يكون ذلك توقفت المباحثات، وقد يكون ذلك نتيجة التصلب في بعض المواقف، أو نتيجة يعني بعض المراجعات والتشاور بين الأطراف، نتيجة صياغة أيضا يعني رؤى جديدة بين الأطراف، أيضا كل من المملكة العربية السعودية وأيضا أنصار الله وكذلك الحكومة الشرعية. يعني لا يوجد هناك يعني دليل قاطع على أن هذه المفاوضات مستمرة أو هذه المفاوضات متوقفة، لكن بعض التسريبات تقول أن لا زال أنصار الله يطالبون بمزيد من الفصل بين الملفين الأمني والعسكري والملف الإنساني، وهذا ما استجابت له المملكة العربية السعودية، وسهلت أيضا وسعت من بعض رحلات الطيران إلى عدد من العواصم العربية، كذلك تخفيف الحصار على ميناء الحديدة، إضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية. يعني لا يمكن أن تحقق كل المطالب التي يريدها الحوثيون في حزمة واحدة، وإنما هناك تدرج في مسألة المفاوضات حول أي من الأزمات التي تنشأ في العالم. لا يمكن أن تحقق كل هذه المطالب وأنت لم تقدم شيء. نحن الآن في مرحلة مهمة من مراحل المسير إلى طاولة المفاوضات. الحوثيون لديهم الرغبة في العودة إلى الحوار والمشاركة في يعني في حكومة انتقالية لمدة 2 سنين، وبعد ذلك يتم من خلال هذا الدور لهذه الحكومة أن يتم صياغة دستور، وبعد ذلك التصويت عليه، ثم التصويت على أيضا نعم الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية، ومن ثم هناك نعم أيضا مؤتمر إعادة الإعمار. الحقيقة يبدو أن أيضا وجهات نظر تتقاطع بين المملكة العربية السعودية وصنعاء حول تحديد بعض الأدوار للأطراف في القضية. وأعتقد أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وإلى نفس أطول حتى يمكن التغلب عليه خلال الفترة القادمة، لكن أعتقد أن رؤية كل الأطراف نعم هي الذهاب إلى الهدنة، ومن بعد ذلك استكمال المراحل الأخرى. جميل.